حصدت جامعة البحرين المركز 23 في تصنيف الجامعات العالمي QS من أصل ما يقارب 1200 جامعة عربية، متقدمة بذلك عما كانت عليه في العام الماضي بمقدار مرتبتين. ويعتبر هذا الترتيب الأعلى في تاريخ جامعة البحرين بحسب الإحصائيات، ويأتي ذلك نتيجة لعدة تطورات شهدتها الجامعة مؤخرا، مما جعلها تحتل المرتبة 15 في العالم العربي في معيار سمعة الخريجين لدى أرباب العمل. وبصدور إعلان مركز تصنيف الجامعات العالمي QS اليوم، فإن جامعة البحرين تواصل احتفاظها بالمرتبة الأولى بين جامعات المملكة. وقد قال الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين أن هذا التقدم الملحوظ جاء نتيجة لما تحظى به جامعة البحرين من اهتمام ورعاية من لدن جلالة الملك المفدى ودعم سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد، بالإضافة إلى متابعة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات مجلس الأمناء برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. كما بيّن رئيس الجامعة أن الرؤية لدى جامعة البحرين كانت ولا تزال بلوغ العالمية وتقديم تعليم متميز ومنافس من خلال طرح برامج جديدة متطورة، مشيرا إلى ما شهدته الجامعة من مبادرات أكاديمية تطويرية وتوظيف تقنيات حديثة تتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الصناعي والابتكار وريادة الأعمال.